مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم وصفتنا لنهار اليوم راح ندير لكم حلوه لطارق ندلات، لكن طريقه التزيين راح تكون جديده. تحضير هذه الوصفه انا راح نستعمل كميه قليله، لكن راح ندير لكم المقادير بكميه كبيره. نحتاجوا رطل زبده يعني 500 غرام زبده، نفس الكيله سكر غلاس، مع 3 بيضات او 2 بيضات كاملين ومعهم صفار بيضة، زيد ملعقة فاني وفارينة باش نلمو بها العجينة تاعنا. انا هنا استعملت المقادير قليلة. حركوا الزبدة تكون طرية. انا هنا استعملت 30 غرام زبدة، راح نزيد ليهم صفار بيضة. سكر ناعم والفاني ولموا كل المكونات. هنا كل شيء تخلط عندي. نبداو بإضافة الفارينة، هنا راهي تشكلت عندي العجينة. راح نجيبو الكيسات هذوما تاع القنيدلات، نحطو في الحبة تاعنا ونديرو هذه الحركة ونضغطو عليها مليح وما نرقوهاش، لأنو العجينة تاعنا راهي ما فيهاش الخميرة. نسقمو الأطراف تاعها، ونكملو كامل الحبات. أنا كملت كامل، حطيت العجينة تاعي هنا. درك نحطها في بلا وندخلها في الفرن الطيب ونرجعو نكملو باقي التزيين. القنيدلات تاعنا طابو. للتزيين نحتاجو كاوكاو محمص، بيستاش، الوردات هذوما خدمتهم بعجينة السكر، وهذوما اللي باللون الأصفر حكمت عجينة السكر لونتها باللون الأصفر وطبعت بهذا الطابع تاع الوردة. هنا نحتاج نسلي، تحبوا نسلي طايب ولا نسلي عادي. نحكم نجيبوا الكاوكاو ونلموه بالنسلي. القنيدلات نحاول نسويها، من فوق راح نضيف شويه نسلي، نحط فوق منها البيستاش. نجيبو وردة ونحطوها في الوسط. القنيدلات تاعنا ولو واجدين، انا نكمل كامل الحبات ونشوفوهم في شكلهم النهائي. القنيدلات تاعي وجدوا. انا اخترت طريقة التزيين بسيطة، كي تحطوها في الصينية تاعكم. نتمنى انها تعجبكم الوصفة وتجربوها. ماذا بيكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به كل فيديو جديد نهبطه تشوفوه. نتلاقيه في الفيديو القادم ان شاء الله.